مساكم الله بالخير اعزائنا المشاهدين، رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى كل جمهورنا الحبيب اللي جاي يشاهدنا بالعراق وخارج العراق، ويا ربي يحفظكم بحق محمد وآل محمد. وحلقة جديدة من مرحلة النخبة، مرحلة الفرق وتصفية الفرق، ومنو راح يتأهل ويانا خلال هذه الحلقة الخاصة بفريق الأخ الحبيب منشد الحسين ومنشد العراق أحمد الساعدي. خلونا نرحب أجمل ترحيب باللجنة الحاضرة ويانا، وأبدأ بالمنشد أحمد الساعدي. حياك حبيب أبو حسين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك لكم الوصول لهذه المرحلة، وحقيقة هذا إنجاز يحسب لي ولكم. أتمنى للجميع التوفيق، وأريدكم تبيضون وجهي لأن كل واحد بيكم هو أحمد الساعدي إن شاء الله. الله يوفقكم يا رب. اليوم بما أنه الفريق فريقك، يعني ما شاء الله عليك الإطلالة هاي الجميلة حبيبي وحسين، يعني كل التوفيق إن شاء الله. الرادود الحسيني الأخ الكبير محمد الحلفي، حياك أستاذ علي الطيب، الله يحفظك ويوفقك إن شاء الله. الأساتذة الله يوفقكم إن شاء الله، الأخوة المتسابقين، أتمنى لكم التوفيق جميعا بحق محمد وآل محمد. امين يا رب العالمين. الاستاذ الشاعر الكبير رفعت الصافي، منورنا حبيبي. خلص نور عيونك حبيبي ملا علي زوره، رمضان كريم علينا وعليكم، وكل عام وانتم بالف خير، وعلى الاساتذه باللجنه وعلى الساده امين المشتركين. هاي البراعم الوجوه النيره حقيقه، اشبال وبراعم خدام الامام الحسين، اللي اتمنى لهم كل التوفيق، على الساده المشاهدين، وكان الله في العون يا احمد الساعدي. انا عشت هذا الموضوع وعشت هاي الحيره، والله يوفقك ان شاء الله باختيار الانسب والافضل والاصح. احسنت استاذ رفعت. القامه الحسينيه الاخ الكبير مالك الاسدي، حياك الله. حبيبي علاوي الله يوفقك، الحمد لله بخير، الله يسلمك. رمضان كريم علينا وعليكم، وافطار شهي، الشباب مرتاحين من فطروا، الله يحفظك ان شاء الله. ساعه كنا شوي بها تعب الوضعيه، لكن الحمد لله صيام مقبول ورمضان كريم وافطار شهي على كل مشاهدي قناة الطليعة الفضائية وشعبنا العراقي بكل محافظات العراقية. سمت. بكل نقطة من نقاط العالم يشاهدوننا من دول الخليج، من خارج العراق، تحياتي لهم، وكذلك تحية حب لأشبال القصيدة الحسينية اللي وصلوا للمرحلة الثالثة من فريق الحبيب أحمد الساعدي. وهمتكم اليوم المرحلة مرحلة مهمة، أتمنى لكم التوفيق. كل التوفيق إن شاء الله. إذا نستقبل فريق البراعم الخاص بأحمد الساعدي، نستقبلهم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. المتسابق علي حيدر عاشور من بغداد، أهلا ومرحبا. كربيلة يا كربيلة يم الحزين، يا كربيلة الهجي ذكرتي هيجي الجروح كرب صورتي لو بلايا. كربلاء يا كربلاء أنا زينب وقت هدني وحيل صورتي مع العيلة، عقب ما كنت أنا عيشي بجاخوتي مدللة. مدرسة لي حسين أخويا مدرينا بلاد حرملة، مدرسة صاب الشريعة لأبو فاضل وأسأله، وين ماي العائلة يا العطش ما تتحمله. كربلاء يا كربلاء يم العزين، يا كربلاء تحمل ذيك المآسي ولقبان أم الخدر، رحت مسبية بضعنهم كنت ما أملك عذر، على هزل أمشي سبية والمصيبة ويا الشمر، ناس ما بيهم محنة رذال جابوها وغدر، والدروب ما أطول يا شامتي بعد كربلاء. كربلاء يا كربلاء يم الحزين. الله يوفقك، الله يوفقك على حيدر عاشور، كل التوفيق لك. كيف توسط ان والدك يكتب لنا قصيده بمحرم ان شاء الله؟
كل التوفيق إن شاء الله. الله نعم حبيبي. أحمد الساعدي حبيبي يا أبو حسين الحيدر عاشور الدير قصيدة حبيبي. أنت هاي شو وقت حفظتها؟ من زمان. يعني كاتبها من زمان والدك؟ أي والله أنا ما عندي ملاحظات عليك، يعني صوتك يخبل واليوم أكو ركوز عالي، بقت الملاحظات للأخوة الأساتذة يعني حاج مالك يتحفنا. يعني أنا ما عندي إشكال عليه، كل إشكال ما عندي، بس شوي السرعة، بس هو كان موفق اليوم هاي القصيدة. داير القصيدة يعني ما شاء الله جمالية سيد رفعت حبيبي موفق والله علي. أي ملاحظة ما عندي تجاهه، سبع إن شاء الله ورجل وقرأ أبو منبر. كل التوفيق إن شاء الله. توفيق عزيزي، كل التوفيق إن شاء الله. الله يحفظك حبيبي. الله شكرا حفظك. جزيلا عافية أبو حسين. نستمع للمتسابق البرعم الحسيني محمد علي مصطفى صح. من البصرة. وتفز الأحلى بالخيمة لا تيحجو وتفز الأحلى عبد الله ما مذبو من التعب وعلي الحيرة علاه يفيزنا بعيد أمي قفا مني تعب عطشان وانا عطشان انا اعرف نومتي العطشان محمد علي مصطفى. والله ترفعت راس البصرة والله العظيم. هذا البرعوم الحسيني الصوت الصوت والأداء مدرب فريقك والله. أنت مبدع يعني صعبة مبدع والله. الله يوفقك الله يحفظك حبيبي الجنة. حبيبي يحفظك إن شاء الله يحفظك. افتخر بك أنت ابن ولايتنا وحبيبنا والله رفعت راس. ترى كبتها العبرة هو راد يبكي هو راد يبكي يعني تعيش شبتها العبرة تعيش ويا القصيدة وعاش وياها هاي قراها من كل قبر الروح الحسينية وأنا أقول له يعني يا أحمد الفتلاوي يعني هذا اللي نقدر نقول قلت قصيدتك مثل ما هي صح وعمره وحنجرته وبساطته ومساحته البسيطة لكن قدم اللي أروع ما قدم في مقدم ما كنت في قد عمرك أنت؟ راح يطول 13 العمر كله ان شاء الله حبيبي والله ودي هذا دائما طبعا اللي يشبهني يكون مبدع فانت تشبهني يعني انت طمن ما لك علاقه كل التوفيق لك حبيبي لان عيونك شويه عندي بهن خيط كوري كل التوفيق كل التوفيق يا حبيبي والله العظيم يعني ماكو تعليق ما نقدر ناخذ تعليق تعلق بعد زين احنا اعزائنا المشاهدين راح ناخذ الاصوات بعدين مثل ما يعني اشتغلنا بحلقة الأستاذ رفعت الصافي بالنهاية راح تتابعون الأسماء المتأهلة
حسين الصغير من بغداد. قل ما خذنا ظهار عيني لا تدفن ضوء سنيني قلبي من الأهل يمصاح بويا علي بويا ماتت أمك قدامها الله يساعدها أيامها شلون بديني يرتاح بويا علي بويا بويا سالف يا علي روح ما ردت إلي ما ردت وياك ما نحلي حسين الصغير رجيت وابدعت صراحه الله يكون بعونك يا احمد الساعدي عندك تسع براعم وكلهم وردات حسينيه يعني احنا بعد يعني بالنهايه اكيد راح تختار الانسب هم كلهم مبدعين وصوت مبدع حسين الصغير والله مبدع ملا مالك ايش قد عمرك 11 سنه هذا الاداء وهذه التريلات وهذا التصرف منو مختارها لك القصيده حبيبي قصيده صاحب الفضل علي عباس الهلالي ألف تحية لعباس الهلالي الله يحفظك إن شاء الله أي ملا مالك خلي يكمل أستاذ أحمد أبو إلك حبيبي إلك رأيك أنا أريد أسمع رأيك الله يسلمك يا حسين الصغير النص قاله حلو بس صارت عندنا شاذات بالاستلام والتسليم في بداية القصيدة خروج عن التون تماما يعني فصار عنده مشاكل لكن أدائه أو دخوله بالنص طغى على كل ذيك المشاكل حسنت يعني بس كأمور فنية حسنت بس الولد حلو وكان يعني كلماته مؤثرة واختياره جدا صحيح هو كاريزما في هذه وصوت. المرحلة بس كان عنده مشاكل خروج عن التون واضحات جدا يعني إن شاء الله منال كل التوفيق كل التوفيق لك الله حبيبي حسون حسين الصغير نستمع للمتسابق منتظر أحمد غازي من بغداد منتظر احمد غازي حياك الله واهلا وسهلا لجنة كريمة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قصيده من الحاني الحاني ما شاء الله موفق ما شاء الله يلا تنادي سبي نامي يا بنيتي الحبيبة نامي من شوكيت يا عم نامي على التراب نامي
تسمعيني أصيحة بابا بابا. سيد رقية تشتكي للحسين تقول لي بابا بابا بالخراب نوموني نوموني ضلوع بردن يا غطاي ويا هولي الله يوفقك سوي والله يحفظك بكيتنا والله الله يوفقك يا حبيبي والله فخورين بك انت يعني انت بالبغداد احنا نفتخر بك والله العظيم انت رفعت راس بغداد زين رفعت راس بغداد يعني بالبراعم مستقبل يعني منتظر ادى اداء يعني ماكو يعني شرد احكي شرد اقول ونشكر هذا البرنامج لانه دي يوصل صوت البراعم اللي انظلموا يستحقون هذا استحقاق والله ما تنظلمون والله هذا البرنامج انخلق لكم انخلق هاي الكرمات بغداد منتظر حريه ما شاء الله عمي هنيالك وهنيال كل الكرخ والرصافه وهنيال بغداد على هذا الصوت والاداء والاختيار عمي انت رادود منشد العراق مو منشد العراق اخذت اول اخذت الاخير طلعت من المسابقه بقيت بالمسابقه انت رادود 100% انا قلت يا شكرا لك لا تعليق يعني انا إليك. بس اقول انت صوت صوت كبير صوت يستحق ان يكون بالاصوات الاولى يعني متمكن بجداره انت لله. انت كبير والله كبير والله الله, الله يوفقك نظوري كل التوفيق الله يوفقك حبيبي, حبيبي. شكرا يا حبيبي شكرا على هذا هذا المشهد اخوتك يقول كل المتسابقين نعم كل المتسابقين اخوتك اللي وياك عيشك عيشك بالعين وصراحه فريق احمد الساعدي البراعم يعني ما شاء الله جاي يبهروننا يعني الان المتسابق علي محمد الاسدي من كربلاء حياك الله علي طيب علي كان مريض يمكن قبل شويه ومو على بعضه صحه وعافيه حبيبي اللجنه الكريمه حبيبي السلام هلا السلام حلاوي حلاوي براحتك ارتاح زين زين انت حبيبي يا الله حبيبي الله ريد اشمع شفوي منك يا مدلول وتموت واي موتك عبيد كلمة دليل لول يا هل يفيج بالغفلة هقعد وقيل نصم الله كلمة دليل لول كلمة دليل لول يمكح لي من الله يبكي حيل وعيونك يا وسام دنيتنا سفرة وجاني لي ضحك عدك يبتع ما ماشي بعدك يا الولد لا لا يحيل قاك كاروكك يحضني وفيس وقعد لك يلسع اقعد وهيزك بيدي يا محلى قول وليدي اقعد وهيزك بيدي يا محلى قول وليدي تضحك لي لو قل لك عبيد من فدو هالطول وتموت واي موتك عبيد كلمة دليل لول الله يوفقك علي محمد حبيبي كل التوفيق والله بطل جيت وأديت ومع العلم يعني علي محمد جاي وين والده للمسابقة يعني ما ناوي أصلا يدخل للمسابقة تخربط هم كل هذا هو اجى وقف وادى حلو مبدع مبدع روعه ان شاء الله هني ابوك على هالتربيه هاي وعلى هال عفية علاوي عفية دموعكم ان شاء الله في عيني يا بطل سبع نعم الله على الكربله والنوب نقعد انا وياك هناك ان شاء الله حبيبي ارجع لمكانك حبيبي ان شاء الله بنهايه الحلقه راح تعرفون النتائج عفية محمد عفية بطل الان نستمع للبرعم الحسين الاخير ضمن فريق البراعم لاحمد الساعدي مهدى على المحمداوي يبقى عندنا حسين قيس نسيناه مهدى على حياك الله حبيبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله. حسب الميت وما يشوفوني صعد وضعنهم وانا خلوني بنص اهل الامك ضايعه لا رايحه ولا ما راجعه صعد وضعنهم وانا خلوني بس لا مغيرني الورى واخوتي ما يعرفوني بس لا مغيرني المرا واخوتي ما يعرفوني لو ارد واعثر بالدروب يا هم اللي يقوموني حاجت ابوي بدمعتي خلينا موت خذوني على اقل صوت الشمير طقك تخلمتوني لو ادره الضربتي ما ويتني فدوى الرقية ينضربتني. الله يوفقك مهدي علاء حبيبي، الف تحية لك ولعائلتك، عائلة آل دواي، العائلة الحسينية المحترمة، وأكيد ربوك على خدمة الإمام الحسين، وأنت الآن خادم من خدمة الإمام الحسين وجيت وتأهلت، كل التوفيق لك. أحمد الساعدي، رأيك ورأي الأخوة باللجنة وياك. أنا أسمع رأي سيد رفعت. يعني والله مثل ما قال ملا مالك، يعني دول ايش يسوون حقيقة، يعني أيوة. جاي يكتشفون أو يبتكرون أمور هي ما موجودة، أيوة. خاصة بيهم، أيوة خاصة صحيح. يعني أكبر من أعمارهم، أكبر صح. من أصواتهم صح. أكبر من تفكيرهم، يعني ما أعرف شنو هالجهد، شنو هالتفكير، منين جابوا هذا الكم الهائل من الابتكار حقيقة، هو وزملائه وأخوته المنشدين، أيوة أو الرواديد البراعم هنا اللي قاعدين، ما شاء الله عليهم. أنا الله شاهد أهنيكم، أتمنى كلكم تفوزون، كلكم أتمنى تفوزون، لأن اليوم كلكم أبليتوا بلاء حسن. الله يوفقك مهدي، أنت مبدع جدا. نعم ولا مالك؟ يعني شو أقول لك يا علي، هم هذول البراعم بدوا يأخذون استقلالية بروحهم وحدهم. صح. نعم. يعني ما صار اليوم هسه كل اللي جاي يقرون ما جاي يقلدون. صح. جاي يحشون هم كلامهم ولحنهم وتصرفهم ما شاء الله بالقصيدة، فما نقدر نعش شو نقول مثلا. يعني هسه أنا شو أقول مثلا على على علي محمد أو على مهدي أو على منتظر، يعني فشيء فظيع صراحة يعني، وأنا أتمنى لكم كل التوفيق، لكن ما أعرف يعني الله يكون بعون أحمد بس كل شيء. شكرا لك، شكرا لك يا مهدي علاء دواي المحمداوي، الله يوفقك إن شاء الله. جهد جبار. الآن نستمع للمتسابق الأخير، البرعم الحسيني المثابر البطل حسين قيس. أهلا ومرحبا بحسين قيس، هاي الدفعة زينة لك أخوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيدتي مولاتي سيدة زينب للألحان الملا مؤيد البغدادي. أحسنت. ألف تحية لأخونا مؤيد. يا دنيا لوع، رفع المايك، وتحية للحبيب مؤيد البغدادي، الله يوفقه. يا دنيا لو عنديج قلوب شاشفت لي مفارق صعوب، يا وصفة ما وتني الوريد ولذكرى ماتت بالدروب، ولذكرى ماتت بالدروب، مو حق عاتب والهضوب محن القهار خلاني اتلفتي وجني طفل كيف فارقيت خواني، دورني يا ضمي بعد صدقني ما تلقاني، بالفرقة ما عندي وطن بالمقبرة عنواني، بالمقبرة عنواني زينب حسن بالعمر
لاحق نبي صياط الشمور تيه نبي العيد وتجي تلقى القاعد يمقبول. الله يوفقك تلقى القاعد يمقبول. حبيبي حسين قيس والله العظيم والله العظيم يا حسين قيس المرحلة العفو الموسم السابق ما كان هيك أداء نهائيا، لا يلزم اللطمة لا يلزم، يعني أنتم جوز ما كنتم موجودين باللجنة. نعم يعني الآن عنده تطور 100% ما شاء الله عليه. حسوني من وصل لهالمرحلة هاي مو عن فراغ يعني وصل لأن هو متطور يعني هواي متطور من أدائه من وضعه فان شاء الله نتمنى له التوفيق كل التوفيق. واكيد هو بعد يعني انا موفق. اسمع راي اخوتي يعني محمد او ابو جاسم كلمه ايجابيه هو بعد العمر ويحاب يخدم ها حبيبي انت اللي تخبر انا بالنسبه لي انطيتك درجه كامله حاب يخدم الحسين بصوره اكو شغله اكو شغله بحسين كبير نستمع منه اسمع هو يوزع الادوار خلي براحتك والله نعم انا وسيد رفعت ما تكسر احنا انطيناك درجه كبيره جدا لكن الاختيار الاستاذ احمد اعطيناك 10 من 10 خل اضحككم بس الاستاذ احمد خل اضحككم يم احمد حسوني طيب القلب وطبعا حسوني الامانه مريض يعني اسال الله الشفاء له بحق الصحه والعافيه ان شاء الله حسوني وياي ويا المجموعه فشو يسوي انا مرات يعني اتاخر اجاوبهم ما موجود هو يجاوب مكاني حلو يقول لهم اخوان المله تعبان لا تتعبون ازيد كيفكم خاف عليه حريص عليه الله يحفظك حسين قيس حبيبي حسوني اخلاق كل التوفيق له هذا اهتمامه وحرصه المفروض تنطيه عليه والله الله يحفظك حسوني والله يستاهل والدك العزيز ووالدتك وان شاء الله يبقون خيمه عليك والصحه والعافيه لك حسين قيس حبيبي كل التوفيق تعرفون سياق المسابقة أخوان الآن المهمة مهمة أحمد الساعدي والله يكون بعونك يا أحمد الساعدي نشوف منه راح يتأهل ويانا من فريق أحمد الساعدي من البراعم لكن بعد الفاصل خليكم ويانا رجعنا وياكم أعزائنا المشاهدين جمهورنا الحبيب والآن إحنا وياكم أكيد بانتظار إعلان نتائج المتأهلين للتصويت من البراعم ضمن فريق الأخ أحمد الساعدي خاف رفعت الصافة ساعة واحدة أحمد الساعدي ساعتين دوخنا بالفاصل أستاذ أحمد حياك الله حبيبي محمد علي حبيبي حيا الله أصلك المتسابق الأول اللي يتأهل وياك محمد علي محمد علي مصطفى من البصرة من البصرة اي نعم المتسابق الثاني منتظر احمد منتظر احمد غازي من بغداد الحرية نعم المتسابق الثالث مهدي علاء مهدي علاء دوال إذن اعزائنا المشاهدين من بين تسع براعم حسينية تسع أصوات تسع مبدعين بس أنا أريد أقول شغلة نعم أبو حسين نعم أستاذ أحمد لك الوقت حتى اللي ما تأهلوا ويانا البراعم أنا طبعا راح يعني راح أشتغل وياهم أوبريت ما شاء الله إن شاء الله بعد ما تنتهي المسابقة بإذن الله تعالى راح أشتغل أوبريت وراح يكون إن شاء الله إذا القناة أنتجوا العمل أكيد فهذا خير أكيد إنتاج القناة ما يقصرون إن شاء الله فراح يتم هذا العمل إن شاء الله بعد المسابقة إن شاء الله بإذن الله تعالى بإذن الله وأهل البيت كل التوفيق لك وشكرا لك يا أحمد الساعدي حبيب روح الله أنت تعبت وياهم وهذا عليك وهالسياق مسابقة من بين تسع أصوات لازم تختار ثلاثة أصوات إذن تأهلوا أنا محمد علي مصطفى من البصرة أهل البصرة عينكم على بنكم محمد علي مصطفى كذلك منتظر أحمد غازي من أهالي بغداد أهل بغداد هذا البرعم الحسيني صوت مميز وكبير يستحق التصويت إن شاء الله مهدي علاء دواي من بغداد أيضا يستحق التصويت صوت وخامة مميزة كل التوفيق لهم إن شاء الله وإن شاء الله التوفيق أيضا للبراعم اللي ما تأهلوا ويانا شكرا جزيلا لكم إن شاء الله الآن أعزائنا المشاهدين ناخذ فاصل حتى نروح لفريق أحمد الساعدي الشباب فاصل وراجع لكم
رجعنا وياكم جمهورنا الحبيب، والآن نستقبل مجموعة الشباب ضمن فريق الأخ الحبيب أحمد الساعدي. نستقبلهم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لكن قبل لا نستقبل الشباب وفريق أحمد الساعدي، عندنا ضيوف أعزاء علينا شاركوا بالموسم الماضي، صار لهم بصمة وثبتوا بصمة أيضا. المتسابق اللي تأهل ويانا من البراعم بالموسم السابق مصطفى زياد يتقدم لنا، أهلا وسهلا. كذلك حيدر الصالحي. ثناتكم اقرا واحد ورا الثاني، واحنا نتشرف بيكم واهلا وسهلا بيكم. السلام عليكم. وعليكم حيدر منا، تعال حبيب روحي. مصطفى انت يا مركز اخذت بالموسم السادس؟ السادس، ما شاء الله عليك. الله اصداء البرنامج كانت حلوه وياك؟ طبعا اجواء البرنامج تخبل كانت زين. بعد البرنامج يعني اجتك اتصالات، طلعت مجالس، صار لك صدى بين الجمهور، يعني شفت ناس قامت تواصل وياك؟ اي كثير كثير هيك صار. شفنا له قصايد وغريتات ما شاء الله ما شاء الله. يجنن هو تعرف، هو خديداته وهاي يعني الكلام محصور بخديداته. يا مركز اخذ السادس؟ السابع. السابع ما شاء الله، ان شاء الله موفقين. يلا حبيبي يلا بسم الله. يا ابويا وينك ما تجي، مو راح اموت من البكي، هواي لك عندي حكي حسين، بيوم العفيت نفكر ما شاء الله. لا ما بقيت مجللة، يا سلام، طقنا على عين حرمنا حسين، هل يا لريدك ترجع علي، مشتاق اسمع منك رقية، لازم تجيني وتحن علي، بويا واشوفك ما تلي ودي، شملي الغايب يا الحني، بويا انت ويني وانا وين، خلينا اشوفك عين دعين حسين، بويا لعيونك من نحن دمعي يطيح على الوجين، ويلجم لخد والجفين حسين. مصطفى شوي من شوي من الاوبريت اللي قريته للشهداء مال شوي عليهن شوي بس مالهم وداعي لاهل مثل الرمل حايا، مالهم دفن الاعزاز بلا دمع صار، بعدكم يما فاهل بيت اشبامات يا التابوت، وانا اشبع مجاف من شالي الناس جناس، درت العين قلبي منين اجتك هالصلاف، يا ريت الوجع يندار خلي ندار يما وشارط بعيون، لا تحكي لي عن الموت شن الموت لو يما دفنوا. الله عليك مصطفى حبيبي، هذا المركز السادس. هذا سادس، هذا المركز السادس. عم انت تعقد مكانه؟ لا الله يسلمك. الله يحفظك حبيبي، تعال صير مكان حيدر. حيدر امام المايك، كل التوفيق. لو اداء وتركيز ويخبط خدود وسمن. مصطفى كنت ويا فريق من الاساتذه؟ احنا كنا ماكو فرق. لان احنا 12 واحد. منو اللي انطاك توجيهات اكثر شيء وهيئك؟ اكثر شيء كانت توجيهات الاستاذ علي.
ألف تحية للحبيب الرائع الملحن على الدلفي، وأكيد لمساته وتوجيهاته مبينة بمصطفى وهذا الأوبريت اللي قرأه وصل لكل العراق. هني ملا على الدلفي على هذا الاختيار وهذا الأداء. ألف تحية للكبير على الدلفي. الله يحفظك استاذ ابو كرار الذهب. سادتك الكرام حبيبي. وعليكم السلام حبيبي، تفضل. اشكر الاستاذ حيدر العسكري على دعوتي كضيف في البرنامج. اهلا وسهلا. الله يحفظك. تشرف بك حبيبي. نسمع حبيبي. لا يجينا العيد سيد وبابنا جاينا المن واحنا ماكو أعزازنا، لا يجينا العيد سيد وبابنا جاينا الماء وإحنا ماكو أعزازنا، عيد لي مفارق عليكم خلي يقول العيد لي مبارك مشاو يا أحبابنا، عيد لي مبارك مشاو يا أحبابنا، الهزة من داري لحيتها تراب ويبكي الكتر، وهذا يا عيد المبارك والعزيز بنص قبر، والعزيز بنص قبر، آخ يا لوعت أهلنا عالمنازل من نمر، عالمنازل من نمر، مو دمي يجري على خدي صورهم والحلوة تغير، صورهم والحلوة تخر، الناس عيتها الدنيا كلش غالية، وانا اشوف وانها بغيابك خالية، الناس عيتها الدنيا كلش غالية، وانا اشوف وانها بغيابك خالية، وكونين باعي بعمر عمر العزيز، صحنا جاع الموت هاكي اعمارنا. الله الله حيدر الصالح حبيبي، الله يوفقك يا عمري. تعبناكم موفقين، شرفتونا. ماخذ المركز السابع بالشباب ما شاء الله، ومصطفى المركز السادس بالبراعم. انجاز هذا حقيقي، انجاز. اصوات الله يوفقكم. اوائل والله، اوائل والله على هذا الاداء. موفقين ان شاء الله، كل التوفيق. وفقتونا على راس. شكرا شكرا، تفضلوا تفضلوا، حياكم الله. يا مرحبا بكم. الله اهلا وسهلا. يجننون والله، يجننون شباب. يا الله. اذا نبدا بفريق احمد السعدي الشباب المتسابق علي مجيد عاشور من واسط. قلبي لو عاشر الفرقة، عيني لو تفارق الملقة، أشمر عيوني وراكم والله ما تسوى بجفاكم، أشمر عيوني وراكم والله ما تسوى بجفاكم، عبد الله يا ابني عبد الله يا ابني، روحي يما ميت علم على شوفك، ما تردد بس حروفك عشرتك حلوة، روحي شافتك قمرة ويليلي، شوفتك يرجع لحالي، شوفتك تسوى بصف قلبي عايش تسعى من الشهور، ودمي على طولك كم حملك يدور، وانطرها عيني لو تبصر النور، أوزع ثوابات للزهرة والدور، جيتك حضرمتوني
والمهد لون مين لوني انتو وحسين اشغلاكم والله ما تسوى بجفاكم انتو وحسين اشغلاكم والله ما تسوى بجفاكم عبد الله يا ابني عبد الله يا ابني علي مجيد الله يوفقك ان شاء الله حبيبي احنا نتشرف بيك واحنا فخورين بيك اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله يبقى القرار بالنهايه ان شاء الله استاذ احمد الساعدي اذا اكو تعليق وتطول راحتك حبيبي بالبدايه ابوك شلون صار والله نعم الحمد يا زهراء انت شنو ما حافظ القصيده ليش عندك مكانات يعني توقفت فيها ما مو انت ما حافظها صح مو هو مو محافظ كان عنده غلط بالايقاع بس يعني انت كنت تقرا القصيده ما جايب الايقاع بالضبط بعد بالك هاي الحين سلم ملا مالك حبيبي والله انا بالنسبه لي يعني منط رايي بعلي مجيد بالمرحله الثانيه علي مجيد امكانيه رائعه امكانيه نقدر ننتقل عليها بمدينه واسط لكن الان الله يسلمك القصيده كلش سريعه صراحه يعني كان كلش سرعه ما افتهمت احنا بالنسبه لصوتك هاي يعني ما عندي كل اشكال على صوتك كصوت احنا عبرنا مرحله الصوت مله بالضبط طبعا يعني كان بس سرعه بالاداء ما عندي كل تعليق عليك انت صوت راقي علاوي يلا بالتوفيق شكرا شكرا جزيلا يا علي مجيد شكرا جزيلا نستمع وياكم للمتسابق تقي غالب من بغداد من الخيام للمشرعة والجفوف والمقاطعة ناديت عباس ناديت عباس اقعد يا حامي الخدود الحق لهدي الشمو ناديت عباس ناديت عباس الحق يا كافي الهلضعن هد الشمور لينا الخيمة كانت لي ستور واحترقت علينا والشمر يضحك على الخيام وتشمت وبينا ويقل لها يا امي الخدور عباسكم وين ناديت يا هبتي حرقوا علي خيمتي ناديت عباس الله يوفقك يا تاج الله يوفقك الله يسلمك يعني انا شو اقول انت بعد ابن غالب الكناني هذا ابو كوثر طيب بس عيد للمستهل الكبير شو يقول اي بس الدخول انا حتى سيد رفع من الخيام للمشرعه زين والجفوف والمقطعة من الخيام للمشرعة والجفوف والمقطعة نادية عبا من الخيام للمشرعة ها والجفوف مقطعة يعني المفروض يعني كمثال أنا أحكي لك يعني بها بيه خلل بالوزن يعني أتمنى يجوز أنت يعني بالنقل ناقلها خطأ تحية لشاعرها بس هو مشاهب اللحن تقي مشاها بالله ماكو نشاط نوعا ما مشاها لا لا نعم نعم لا تقي صوت يعني ما حد يختلف عليه حقيقه ومبدع واحساس وكاريزما وكاريزما وصوت رجل متمكن يوفق تحياتنا لابوك رجل متمكن حبيبي تقي حبيبي اي والله العظيم يوفقك الامانه يعني
نعم. مول احمد يعني هو جايك جاهز حقيقه، احكي لك يا هو جاهز ومتمكن، تقاوى احساس عالي، نعم. خبره تكنيك. والله نيتي طبعا قاطعك بخير يا حبيبي، انا نيتي ارفع راسك لان انت استاذي. لا حبيبي لا والله انت راسك مرفوع، راهن عليا صح، انت راسك مرفوع، انت راسك مرفوع. وتحياتي لوالدك هذا الانسان الطيب خادم الحسين التاريخ المشرف اللي والله ايش اقول، احنا نتعلم منه الصوت، الصوت الصوت تحياتنا على هاي التربيه وعلى هذا الاخلاق الطيبه. موفق حبيبي والله، شكرا لك تبي، شكرا لك تك غالي، وتحياتنا لابو كوثر العزيز كل التوفيق الغالي. الان نستمع للمتسابق حسين حمزه من بابل. دمعي يا ناس يجوي له عيون، ليش الأحباب ما يضلون، سافري الغالي وبقيت لوحدي، فلقد مات محمد والدي، ليش الأحباب ما يضلون، ليش الأحباب ما يضلون، راحوا احبابي القلب وخلوا المدمع يصب بهيمه ويمتيها الدروب، جا بعد وين تجي سافره وغيمه بسمه، وانا بيتهم فاطمه على الدلال معلمه، مو على فراقي وبكي، مو على فراقي وبكي. الابو خيمه البنايته، الابو خيمه البنايته، الابو سايه، الابو خيمه البنايته، الابو في وستر، الابو غالي شغلاته، وراح اقيلكم واختصر، وراح اقيلكم حني يا روح عن ويدهم، عمري لي دموع ما تريدهم، على ضلي عبيس مار باكر يعتدي، فلقد مات محمد والدي، ليش الأحباب ما يظلون. شعر محمد الجماس سنة. والله اتمنى خليك اكثر لان انت عايشتنا في المجلس، لك الاحسان وللحبيب الرائع، لكن شهد الله سياق المسابقه يعني اكيد كل الحب له. خبر احنا اليوم نسمع قصيده نلطم منبريه، نلطم اكيد رجل منبر، جزاه الله الف خير اي والله، رسم صدرنا مبدع. ما عندي تعليق انا بالنسبه لي على كل التوفيق سيد رفعت ابو علي، يعني لطمنا عيشنا بأجواء المجلس حقيقة يعني. أبو فضة حبيبي أنا ما عندي، فقط عندي ملاحظة بسيطة، يعني كنت بالقراءة الاعتيادية كلش حلو، شوية من صعدت بالجواب صار عندك شوي علم منك أستاذ في دورة. كل التوفيق. أنت أستاذ حبيبي مبدع، أنت طيب ومبدع وصوت كبير يجن بالقراءة. حلو علي يلا نتمنى لك التوفيق إن شاء الله يبقى القرار النهائي لأحمد الساعدي. شكرا جزيلا. نستمع للمتسابق علي فلاح من بغداد. شفيت حتى المنارة، المنارة إليك تقرا الزيارة، الزيارة قالوا عالشمس مهما رمت أسنين، ترهام صحيت بالدنيا شمسي، ما شاء الله. المنارة، المنارة يا سلام الله على جرحه،
سلام الله على روحه ما شاء الله يا كبير وعالفي بس اللي يبقى قدك لوحك بس اللي يبقى قدك لوحك يا نسيم العافية سير على الروح انت بهجي ودعتك من الله مملوح يا نسيم العافية سير على الروح انت بهجي ودعتك من الله مملوح يا هو عافي جروح الخاطر وداوى الجروح من الصبيح للليل شفتك بابه مفتوح من الصبيح للليل بابك شفتك مفتوح الله يوفقك على الفلاح الحبيب الله يستر على صوتك الله يكون بعون احمد يعني صراحة يعني أنا أشوف به فرق عن المراحل كبير ونصائح وتوجيهات أيوة والله من الساعد يعني ملون أنت شايف شايف القناة الملونة أيوة أنت ملون سواء ثلاث ألوان بالقصيدة وكل ساعة طبقة صوت خاصة من يخلص النفس مالته أحس يصير حلاوة أكثر أحمد يبكي هاي بعد شو تريد بعد لا زين كل التوفيق لك زين احنا والله ما احنا والله العظيم فخورين بكم يا جمهورنا الحبيب هاي المراحل هي مراحل الزبده احنا طلعناكم هاي الاصوات كلها يعني هي مثل ما نقول مرتكس عليها البرنامج اصلك من بغداد يعني دمعه حمودي غاليه والله لكن الحسين ارواحنا ودموعنا وكل ما نمتلك لابي عبد الله تعال يمي تعال انت اعطيني هاي الغتره خلي اعدلك اياها حتى اقول لك ليش عدلت لك هاي الغتره انا اتمنى لك التوفيق انت ابدعت واجدت وابدعت وبكيتنا وبكيت فريقك ويعني بكيت كلنا بكيتنا لكن هاي اريد اقول لك بها رساله حتى من اخليها اقول لك من الان من هاي اللحظه انت راح تكون رادود ولازم ترتدي هاي الغتره يعني اللهم صل على محمد وآل محمد اللي هي اكيد لك يعني نسمع احنا غير حسين ما عندنا وسيله تستحق كل التحيه حسين ما عندنا وسيله رفعت راسك يا حبيبي هذه يا رونا فيه جميع والذنوب هواي شفتها ثقيلة أحسنتم الله يبارك بكم والله يحفظكم والله احنا فخورين بكم بالتالي بنهاية الحلقة اللي ما راح يتأهل خلي يعذرنا لأن احنا عندنا عدد يعني وملزم الأستاذ أحمد الساعدي بعدد لازم يصعد 6 متسابقين بس أريد أسمع منه كلمة بحق في عين الزهراء سلام المشترك علي يعني علي فلاح مو بس أنا يعني أثر بيه أكيد أثر بالأخوة علي فلاح بالبداية أنا كنت متخوف منه يعني بالمرحلة الثانية صح هو أبدع وسوى أشياء كلش حلوة بس اليوم أثبت علي بلي أثبت هو صوت مهم ووقفته وأداءه وكل اللي سواه هذا مال واحد رادود معترف صح والله كل التوفيق على ذيك المرحلة أنت من اختاريته بداية لصوته هو وراها أخفق أنا شخصيا لمتك قلت لك استعجلت باختيارك لكن هو اليوم يعني حقيقة وجه رسالة أولا إلي سكتني وأثبت أنه هو رادود متكامل
الله يوفق ان شاء الله. كل التوفيق واحنا فخورين بكم لان انتم هلا. هو انطاني السبب بوقتها يعني قال انا عندي امتحان وتعبان. نعم معذور معذور. بس انا كنت مراهن عليه انه بهاي المرحله راح يسوي غير شيء. خلينا نسمع اللي بعد استاذ. نستمع للمتسابق اسحاق الصبيحاوي من ذيقان. عدنا ذيك السنة اش محلاه عدنا خيدا تراب النجف غطاه عدنا خيدا ذيك السنة اش محلاه عدنا خيدا تراب النجف غطاه الجان بمصابك يصيح ويلي يا حسين الذبيح احضر لي مولاي احضر لي مولاي ابدي القصيدة بصاحبي ذاك البلئي كان بمحرم من يجي يوقف بالباب ابدي القصيدة بصاحبي ذاك البلئي كان بمحرم من يجي يوقف بالباب لابس سواد جد حلو ومطين بطين امشينا يا الله صاحبي نخدم للإحسين امشينا يا الله صاحبي نخدم للإحسين راحت ايام بها خوي وصاحبي راحت ايام نبكي على حرقاتي العبي بالعزامة يستريح ويلي يا حسين الذبيح احضر لي مولاي احضر لي مولاي. الله يوفقك اسحاق الصبيحاوي الصوت عزيزي يا جميل يا بعد عمري. الله يوفقك ان شاء الله. ملاحظات الاساتذه ابدا لين فريق احمد السعدي ناخذ من نعم ولا مالك. والله اسحاق تدري هو قدر يقنع احمد السعدي بالمرحله الثانيه. حسب رأيي إسحاق اهتم بالباور أكثر من الإحساس. كان إحساسه بالمرحلة الثانية أجمل وأنقى وأفضل حسب اعتقادي. فلذلك يعني مساحة الصوت غطت على الروح اللي بالقصيدة. القصيدة كانت المفروض تكون مبكية لأنه فراق وحزن وخدام الحسين وفارقناهم وهتشي مثل ما صار ويا بعض المشتركين اللي شاركوا قبله. لكن يبقى القرار الأول والأخير هو الأستاذ أحمد. بس كان يعني كان البور ماله أعلى فطغى على إحساسه. أحسن. نعم أستاذ رفعت. نعم ولا علي. يعني إسحاق من الأصوات الجميلة حقيقة. لكن اليوم نشوف أنه اللحن اللي مختاره هو حضرته أصغر من مساحة صوته. إضافة إلى ذلك أن القصيدة رثائية والقصائد الرثائية يراد يعني تتعايش معها بروح بإحساس أضعف من صوته أدت. نعم نعم علي أدت مواضيع الفراق. أنتم حتى يعني تفاعلتوا وبكيتوا. أحسنت ليش لأن تعايش مع كل مشهد داخل القصيدة. اليوم يعني إسحاق التهي صيح حقيقة. يعني التهي صيح نسى إحساسه نسى تعايشه مع القصيدة نسى إسحاق نفسه نسى صوته الحقيقي نسى أداء الحقيقي نسى بالمرحلة الثانية من كان هو خلي يسمع نفسه بالمرحلة الثانية اللي كان فيه شغلة ضرورية حج مالك يمكن أربيها خدمة المستقبل. المنبر لازم يكون ألوان يعني ما أقرأ لون واحد. القصيدة اللي مختار هو هذا لونه الرجل ما يقدر يقرأ غير لون. تمام مستحيل ما عندنا إشكال باللون بس عندنا القصيدة عندنا قصيدة تحب تاريخ عندنا قصيده تحب شجاعه لحن شجاع عندنا لحن يحب دمعه غير اقول لك الايجابي الوان هذا هذا لون الولد غير شيء ما يقدر يسوي الحزن ما شفناه بالقصيده اكلون حزين اكلون بدوي اكلون يقرا حدي اكلون تقرا احساس اكو شخص تلقاه متكامل كلن يقراهن ابو فضل عذرا يعني هو مو ما يقدر لكن هو ما محاول هو ما مجرب لا احنا ما مرن نفسه اختياره
اختياره نعم هو مثابر مثابر سبع اختيار والله يبقى اكيد القرار القرار بالاخير ان شاء الله نسمعه من استاذ احمد. انا بحيره من امري يعني والله طبعا الله يكون بعونه ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق والله يعينك على هاي المسؤوليه اي والله ان شاء الله. خلينا نسمع شكرا جزيلا لك اسحاق. شكرا حبيبي اسحاق. في البدايه كلكم تريدون الاصوات القويه وبعدين اختيار مهم استاذ محمد شلون لعب يعجبني رفعه الصوت كل تفاصيله والله. نستمع للمتسابق منتظر سلطان. عاتب يدهم بالاسامي ليش عفتوني هن ناشد يدهم غالي غالي والنوم على عيني من الفرح ما مر باكر نوقح مني يا الصبيح تحضر باكر نوقح مني يا الصبيح تحضر واشوف والذي تخير بدركب الخواتي وما بقت كلها شمية. الله يوفقك منتظر يعني قصيدة صعبة عليك وبذلت جهدك بحيث ما تطلع من اللون اللي قرأه الكبير مرتضى حرب فأتمنى لك كل التوفيق. ملا مالك وابدي بالاخوه بعد ملا مالك. والله يعني ما هو صوته حلو حقيقه بس هو يعني شتت ادائك الصوت المبعثر في مكان ما وما حسينا بوحده بس هو كخامه صوت راقي مرتب لون لونه حلو بس صار عنده يعني شوي بدايه النص يعني صار عنده صير صير يعني زحاب بس هو صوته جميل والله حلو صوته. نعم استاذ رفعت. نعم ملا اشوفك اندمجت ويا الاداء والله منتظر يعني صوته جميل جدا وصوت جنوبي يعني قريب يكون من الاذن حقيقه من الذوق قريب لكن مثل ما قال ملا مالك هو تشتت صار عنده تخبط ما حافظ اللحن زين اهتم بام العوافي اكثر شيء اي اكيد يعني هاي البحه هاي البحه الجنوبيه اللي تطلع وحدها هي تموت لا لا الاخيره قمزتني حقيقه الاخيره مريض كلش اي باين عليك باين عليك لكن صوتي خبل والله العظيم صوت جميل للملاطفه طبعا نعم منتظر كانوا مخينه وين القصه مال الزغار وين براعم اي قال لك استاذ علي بعدين ها من قلت له انت وين كبار شنو الموضوع مين قال لك انت وين قال ما اقدر لهم نشاط قال ذول شاط ما له حلو الله يوفقك الله يوفقك منتظر لون والله منتظر يخبر وانا متاكد اذا قرا نعي يعني وهيك يعني هاي الالوان القريبه من النعي تبتش العراق كله والله يخبر موفق صديقي بدي اروح لك منتظر انا بس احكي شغله يعني وهاي هذا الموضوع موجه للاخوه المتسابقين اخوان في حال انه اللي ما كمل ويانا واللي راح يغادر المكان يعني ارجو ان تسامحونا هذه اول شغله هذه الشغله الثانيه هذا مو نهايه المطاف يعني اذا رحتوا او خسرتوا انتم راح تبقون اولا انتم من وصلتوا لهي المرحله هاي دلاله على انه انتم اصوات
بس مرات تصير تخبطات مواضيع ممكن هذه ما تأهلكم يعني، بس أنتم أصوات بالدرجة الأولى للأمانة سيد. نعم. فكون يعني تسامحونا أخوان اللي غادرنا، كون يسامحنا إن شاء الله يسامحوك أبو. يعني أستاذ أحمد أنا عز عليه والله. أستاذ رفعت محمد هم لازم يسامحونكم، قول ليش؟ لأن مو من الممكن يصعدون للتصويت 48 متسابق، من المستحيل، ماكو هيك مسابقة. لكن أحمد يعني حقيقة لازم كان الله في عونه يعني. أحسن. بعد ما استمتعنا ومنتظر سلطان من بغداد كل التوفيق إن شاء الله، الآن المتسابق حيدر البهادلي من البصرة. مو بعيد الطاف يا عباس، جيب لي الراية أردشيمها باخر انفاس، جيب لي الراية خانقني دهري ودموعي تجري، خانقني دهري ودموعي تجري، جيب لي الراية جيب لي الراية. الراية هاي الجانت احجاب وعباتي، بيها ريحة شفك وكل ذكرياتي، يلي رسمت برايتك خدري وغلاتي، قوم وطوي القاع قد حانيت وفاتي، قوم وطوي القاع قد حانت وفاتي، مقطع جفوفك حرامات هيك اشوفك، جامعي وما في منارات هيك اشوفك، عذبني دهري ودموعي تجري، جيب لي الراية جيب لي الراية. انفاسك حيدر البهادلي وعالراس من البصرة لبغداد، والله شرفت ونورت، وجودك مكسب لبرنامج منشد العراق. نعم أحمد الساعدي حيدورة حبيبي، اليوم صار ما شاء الله عريس اليوم، ما شاء الله وجهك يضحك، وجهك أحمر اليوم صار. من التعب شو وقت جيت؟ من الصبح والله، يعني ما بايت ببغداد، هاي جيتك من بغداد؟ بايت ببغداد بس حضرنا على وقتك اللي قلت فيه. طبعا حيدر تدري مبين عليه التعب أي. وحتى على صوته حيدر يمكن يدخن مو اي هوايه يدخن يمكن استاذ احنا منتظرين في الصفر في شد عصبي لا اكثر شيء احسان السالفه بس ها. ايوه اي يعني دا اشوف صار عندك شويه متهين عليك صوتك يعني بعض يعني عدم جماليه الصوت هو هذا مو هذا مو صوت جاري من تعب لأنني سمعتك بالمرحلة الثانية كلش كنت رائع حقيقة وستبقى رائعا لكن تعرف هو أول وتالي أستاذ أحمد أكو صار يعني تعب مأثر عليك وعلى حتى على أدائك حسنت الحمد لله كل التوفيق لك حيدر البهادلي حيدر الله أتمنى لك كل التوفيق في عمرك في حاجتك يا عزيز المتسابق زين العابدين العبادي من ذي قار الملة يعني للأمانة قارئ قرآن رجل رجل يعني رجل ماخذ الرابع على العراق يعني حلو في قراءة القرآن يعني عفوا أستاذ ثلاث مراكز أول ما شاء الله ممتاز يعني ثلاث مسابقات على العراق وواحدة من عدهن أهلتني للدولية أخذت سادس عالميا من أصل 72 دولة ما شاء الله بالقرآن ما شاء الله سمعوا صلوات يستاهل مصلي على محمد وآل محمد يعني اليوم انت ماخذ هيك مراكز بمسابقات نقدر نقول ثقل وزن حسابي مو ملا مالك يعني اليوم الملا ماخذ هيك مراكز بمسابقات كبيره وجاي يشترك ببرنامج مرشد العراق انا احسبها يعني
أضافة للبرنامج يعني صراحة. أضافة لكن هذا يعني علوم القرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم تختلف عن الرد الحسينية. خلينا نسمع بالرد الحسينية. ثقلين بعد وإحنا نتشرف إنه نخدم الثقلين. أسأل الله تبارك وتعالى رزقك شفاعتهم وخدمتهم. دين أهلا وسهلا. على هاي الأخلاق يا عزيزي. تفضل يا عزك سيدنا حبيبي. تفضل الله يخليك. ابكي يا عين ابكي يا عين والدانا وعندي طفلي ابكي يا عين ابكي يا عين والدانا مسلم تعال ضاع واطفال الدلال آه يا مسلم تعال ضاع واطفال الدلال والدانا وعندي طفلي يم الولاد سمع لوعات على ولدي صاروا يبعاد يم الأولاد وعالتراب والبي أثرهم قعدتي غاد يم الأولاد قلبي ظل ينزيف محنة وما لقى ضماد يم الأولاد وانكسر جن حلم لاقى وضاع الاشداد يمي الاثنين يمي الاثنين من تنوحي من تنوحي صيح بدموع الثقال ضاع واطفال الدلال والدانا 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 وعندي طفلين الله يوفقك ان شاء الله اسمعك شويه بالقران شيء بسيط سنت زين احسنت مو سنت حبيبي مقطع واحد من شيء بسيط نعم اسمع صوتك بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الله اشكرك الله يوفقك الله يوفقك يا زين الله انت باثنيناتهم مبدع الله باثنيناتهم حبيبي لا اريد بوحده لا باثنيناتهم باثنينهن وللامانه هو وكل وحده 10 كلش صعب الجمع بينهن اثنينهن كلش صعب يعني انا ليش قلت لك اقرا قران نعم لان كان بالرد يجنن صراحه يعني قالوا لي انت المفروض ان تختار وحده من الاثنين تكمل بها طريقه نعم هذا 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 المفترض يعني ليش حبيبي عندنا شيخ ميثم التمار يقرا قران ويقرا مجالس وهم دا يوفق استاذ علي وهم دا يوفق بين الاثنين طبعا اي لانه لحد الان ما لقيت احد وقال لي كمل بهن اثنينهن هجان اقول لك كمل بهن اثنين يقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم اني تاركم فيكم الثقلين اي احسنت ما ان تمسكتما ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعد فانا ان شاء الله وبتوفيق من رب العالمين وتسديد من اهل البيت ان شاء الله اخدم الاثنين ان شاء الله يا حبيبي كل التوفيق تحياتنا لرازوت في محرم وبالايام العاديه يقرا قران ويجنن والدعاء موفق حبيبي موفق موفق يا روح هنيئا لك احمد موفق يا رحمن الله يوفقك حبيبي زين العابدين هنيئا لك من ديكار كل التوفيق نستمع للمتسابق كرار الركابي من بغداد يا ليلة فرقاهم ما أقدر أنساهم شخبار الغالي من يوم العافوني غاب هلال عيوني
شخبار الغالي ما تجاوب هاي ليلي ميت علي هم دليلي يا ليل بهالعين صورة الوجه حسين صورة الوجه الكافل من ودعنا وراح صورة زينب دوم بين عيون تحوم ما أنساها وداعت ما يعيون الطاح شلون ثلاث أعزاز ما أدري من أنحاز من تجمعهم تلقاهم نفس الأرواح دموعش قد رشيت بيتي وباب البيت مثله فلجيتهم كل ما طر مصباح خايف قلب عليهم لا موت يلاقيهم عاش بقلب الخوف وينك يا ملقاهم روح تريد وياهم عاش بقلب الخوف ويتلاقي ضي دليلي ميت عليهم دليلي الله يوفق كرار ركابي واكيد انت في تطور مرحله بعد مرحله نحو الافضل ان شاء الله كل التوفيق لك نعم احمد الساعدي لك تعليق كرار حبيبي حياك الله خليك كرار ابو منبر ومؤدب ولا يهونون الاخوه المتسابقين بس انا اترك الراي للاخ حبيبي ابو فضه حبيبي كرار الركاب انا احبك الله حبيبي تدري حتى برا نسولف ونضحك ولكن انت اليوم جيت من تقرا مستعجل كلش القصيده ما وصلتها لي الصراحه ما وصلتني بالتالي قرار يمه طبعا اكيد فانا اتمنى لك التوفيق وانت اخويا وحبيب دول عمرك الله يوفقك لا الخوه واحد وصداقه وهاي الله ان شاء الله شكرا لك شكرا انا والله انا ما اعرف شو اقول لكم يعني انا في حيره من امري يعني حقيقه انا احبكم مو فقط لاصواتكم لا احبكم لاخلاقكم في هاي التربيه العظيمه بس هي بعد هذه وهذا السياقات مسابقه خلينا نسمع استاذ احمد اللي بعد حبيبي احسنت حبيبي نستمع للمتسابق كرار الغراوي من بغداد حياك الله يا كرار اهلا ومرحبا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته قصيده الشاعر علي ابراهيمي الله يحفظه ان شاء الله الدنيا ليل يما وما لحيل يما الدنيا كلها راحت من يدي ساعديني يا الزكية كلها راحت من يدي ساعديني يا الزكية يما يما ليالي جاني وشايلي بكف الظلام واني وحدي وحايرة بسرب الحمام كلها نامت وانا ما اقدر انام كلها نامت وانا ما اقدر انام بعد ناري بمتني صوت ابن الحرام مالي روح يما يما عالجروح يما يما وانتظر جيتك علي ساعديني يا الزكية وانتظر جيتك علي ساعديني يا الزكية يما 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 يما
الله يوفقك يا ملا حبيبي كرار الغراوي، اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. الله يحفظك حبيبي كرار. واكيد احنا بانتظار النتائج بنهايه الحلقه من الاخ العزيز اللي يحبكم هواي احمد الساعدي. عندك ملاحظه كرار حبيبي؟ ما عندي ملاحظه، انا اترك الملاحظه الحاج مالك الاسدي. تحياتنا لفريق احمد الساعدي، الله يساعده. تدري يا احمد اليوم هم هواي بكى وهم هواي راح يصير عنده تفاصيل وتعب كلنا فريقك ايضا هم راح يكون. اي والله كرار عنده صوت الولد، لكن عنده صوت باللي يمتلكه يعني بخامته اللي قرى بها، يعني يعتبر خامته حاله حال الخامات، لكن كل خامه تختلف، كل صوت يختلف، كل اداء يختلف، كل حضور يختلف عند جميع المتسابقين. فيعني امكانيه كرار حلوه لكن مو بالمستوى اللي مطلوب، لكن هو رجل ادى اللي عليه وقال حلو ولا لا نشز ولا طلع عن التول، لكن مساحته الصوتيه هي هاي يعني اللي يقدر يقرا بها. بس ملا مالك شكرا لك يا كرار الغراوي، اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. بالاخير الراي يبقى لي احمد الساعدي. الان مسك الختام، مسك ختام فريق احمد الساعدي المتسابق كاظم الناشي من ذي قار. اليوم توين دمي عيمي الحمامة، مشوا بيت أبو طالب بالسلامة، نسوني وجزوني عليلة وما قدر تمشي وجزوني، جفوني اجدروني غير الدمع بعيوني اجدروني، مو عادتهم وبكسر اليتامى، مشوا بيت ابو طالب بالسلامة، من مشوا ما رضوا اهلي بضعانهم، فحطيت شافي لحد مضى ثاره، انط روحي للرساله التجي منهم، وابشي حد ما غير انا احبهم، غير انا احبهم، يروحون يردون تظل صوارهم ويتغازل خيالي، النفس راح الدمع طاح واشوف الغالي ما ماخذ بيد غالي، يا ولبي وانسى قدار كلامه، مشوا بيت ابو طالب بالسلامه. والله رفعت راس، الله رفعت راس ذي قار وسوق الشيوخ والعراق ايضا، يعني انت مثقف، هذا لحن كبير الحانه هذا. زين انت عمي صرت لحن لنا وحده؟ انا خادم ولا اريد منك، اريد منك لحن كل شرف والله. تشرف لحن يجنن هذا، مسوي هذا الدخول مشروع ملحن يشيك، سوي لي لحن ان شاء الله. انا خادم والله، الله يوديك على قدامكم عمي، سوي لي لحن والله كل شرف. يلا الله يحفظك، اطلبك لحن على محرم اذا ان شاء الله. ياخذ رقمك الاخ محمد الحلفي خادم ان شاء الله، وخليله يعني حتى بعد حسين البغدادي يشوف طريقه. اريد منك لحن على محرم حبيبي. انا خادم ولا خادم ان شاء الله، اتعب علي ان شاء الله كل شيء. والله العظيم الله يحفظك، الله يستر عليكم بالسلامة حبيبي. الله يحفظك والله، بالسلامة. سالف سالف عم خلنا سالف عليك، عم عوف لا تحكي وياه، مشي عليك. كان مسك ختام فريق احمد الساعدي بهذا الصوت الكبير كاظم الناشي خويا، مو يسلحنا. بالتالي بالتالي اعزائنا المشاهدين، بعد الفاصل راح نعرف منو المتأهل ويانا، نتابع ويا احمد الساعدي. فاصل وراجع لكم. رجعنا وياكم جمهورنا الحبيب بعد ما استلمنا الأسماء اللي وصلتنا من الأخ الحبيب أحمد الساعدي ضمن فريقه
تأهلوا 6 متسابقين ضمن فريق أحمد الساعدي. كل التوفيق لهم جميعا إن شاء الله، لكل الفريق هم خدمة للإمام الحسين ومثابرين، ووصلوا يعني وصلوا لهاي المرحلة، مرحلة النخبة. يعني المفروض من يوم هم يعذرون الأخ الحبيب أحمد الساعدي للضغوط اللي صارت، وكلكم أصوات، لكن هو مجبر أن يخرج بالأفضل. كل التوفيق لهم. المتسابق الأول تقي غالب من بغداد، المتسابق الثاني حسين حمزة من بابل، المتسابق الثالث علي فلاح من بغداد، المتسابق الرابع إسحاق الصبيحاوي من ذي قار، المتسابق الخامس زين العابدين من ذي قار، زين العابدين العبادي، المتسابق السادس كاظم الناشي من ذي قار. كل التوفيق لكم، وأنتم أصوات تستحق أن تتأهل لمرحلة المواجهة. أنتم فريق أحمد الساعدي، وإن شاء الله راح تتواجهون تتبارون بينكم. كل التوفيق لكم. كلمة لأحمد الساعدي. نعم أبو حسين، أنا بداية أنا أشوف أنه ماكو أحلى من أن نطلق رسالة سلام من منشد العراق إلى كل العالم من خلال هاي الأصوات الجميلة. أنتم اليوم أديتوا أداء عمر الجمهور ما راح ينساها. أنتم اليوم أبدعتوا، قدمتوا شيء يعني شيء جميل وشيء كبير، وأنا أهنيكم وأهني شجاعتكم ومثابرتكم، وحقيقة قدمتوا شيء إن شاء الله يبيض الوجه. الله يوفقكم يا رب، الله يحفظكم، الله يوفقكم شباب، كل التوفيق لكم إن شاء الله، مبارك لكم إن شاء الله، تأهلكم كل التوفيق، وأكيد كل التوفيق للأخوة اللي ما تأهلوا، وهذا مو معناه أنهم مو أصوات، لا بالعكس كانت درجات متقاربة، والله يوفقهم، الله والله يوفقهم. وأصوات يعني حقيقة أصوات تبهر، أصوات رائعة، لكن هو بعد الاختيار للحبيب الملا أحمد الساعد. يعني كل التوفيق لكم أيضا أعزائنا المشاهدين، ومثل ما شاهدنا المتسابقين اللي تأهلوا ويانا ضمن فريق أحمد الساعدي، إن شاء الله بحلقة مقبلة راح نشوف منو راح يتأهل ويانا ضمن الفرق اللي بقت. كل التوفيق للجميع إن شاء الله، نشوفكم في حلقة غدا بإذن الله، صبحون على خير.